بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه مهم: ما حكم من يدعي الاجتهاد وينصب نفسه مفتيا للناس وليس عنده هذه الأهلية، أي أنه يفتي أو يفتي بغير علم؟ ما حكم هذا الشخص إخواني؟ قبل الجواب على هذا السؤال، أئمتنا عليهم السلام وضعوا لنا في زمن الغيبة طريق واضح، وتركونا على الجادة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، أننا نرجع إلى الفقيه الجامع للشرائط العادل فنأخذ بحكمه، وليس لكل أحد أن ينصب نفسه مفتيا للناس. نعم، لك أن تنقل فتوى الفقيه الجامع للشرائط الذي ثبت لك بشهادة أهل الخبرة مثلا أنه الأعلم، تنقل فتوى إذا أنت تقلده، ولكن ليس لك أن تفتي وأنت لست أهلا للفتوى. هذه مسألة خطيرة إخواني. في الرواية في الكافي الشريف: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. إذن يؤخذ بحكم الأفقه والأعدل والأورع، هكذا علمنا الأئمة عليهم السلام. هذا هو الطريق الذي أوصانا أئمتنا عليهم السلام أن نسلكه في زمان الغيبة، بل حتى في أيام حضورهم، لأنه ما كان من اليسير على الشيعة أن يلتقوا بالأئمة عليهم السلام، فكان الأئمة عليهم السلام يرجعونهم إلى تلاميذهم، فكان الشيعة مثلا يرجعون إلى زرارة رحمه الله، إلى محمد بن مسلم، هؤلاء رواة الحديث، هؤلاء الفقهاء الذين كانت لهم دراية في أحاديث أهل البيت عليهم السلام. هذا هو المنهج الذي وضعه أئمتنا عليهم السلام. إذا رأيتم شخص يفتي للناس ويدعي أنه له أهلية الإفتاء، وهذا الشخص إخواني مثلا هو معروف بالجهل، معروف بالحماقة، معروف بالنفاق، اعلموا أولا، يعني لابد لكم إخواني أن تعلموا هذه الحقيقة، أنه مركوب من الشيطان. أول خطوة هذه لازم تعرفونها: الذي ينصب نفسه مفتيا للناس، يفتي للناس وهو جاهل غبي أحمق، اعرفوا أنه مركوب من إبليس قطعا ويقينا. ثانيا، حكم الذي يدعي هذه الادعاءات الخطيرة إخواني، هذا الذي يناقش أحكام العلماء، انتبهوا إخواني، الذي له أهلية في الفقاهة يعني واصل مرحلة له أن يناقش آراء الفقهاء، أما الجاهل الغبي الأحمق يتطاول على فقهاء الإسلام والعلماء الأعلام، فاعرفوا أنه مركوب من إبليس. هذه الحقيقة لابد للجميع أن يدركها أو أن يطلع عليها ويتيقن قطعا ويقينا. في الرواية الشريفة التي رواها شيخنا الكليني رحمه الله في الكافي الشريف في أمثال هؤلاء إخواني، انتبهوا، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم، ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضاد الله حيث أحل وحرم فيما لا يعلم. هذا الذي يفتي بغير علم أمثال هؤلاء الحمير اللي طالعين الآن، هؤلاء يدينون الله بما لا يعلمون، وبالتالي هؤلاء يضادون الله، يضادون الله، فاعرفوا خطورة الأمر بارك الله بكم. لا يطلع لي واحد غبي جاهل ويقول ما أدري هذا يلعن أبا بكر وعمر، وما أدري هذا ما أدري يتكلم مع المخالفين، صير واعي. أنت المفروض من أتباع آل محمد عليهم السلام، لا تنخدع، لا تنخدع، لا تسلم نفسك لأمثال هؤلاء. لا فرق بين من يدعي أنه له أهلية الإفتاء وهو جاهل أحمق،
ويرد أحكام العلماء الفقهاء وما أجمعت عليه الطائفة، لا فرق بينه وبين أمثال هذا كمال الحيدري الصرخي ومن أشبه. إذن هذه رسالة إلى الأمة الرافضية تحديدا، عليكم أن تدركوا الخطر وأن لا تتهاونوا مع من يفتي وليس عنده أهلية الإفتاء. طريقنا في زمان الغيبة طريق واحد، الشرع حدد لنا طريق واحد وهو طريق العلماء، طريق الرجوع إلى أهل العلم، طريق الرجوع إلى الفقهاء. وانتبهوا أخواني، انتبهوا ممن يحاول استنقاص العلماء، هذا إخواني يعين إخوانه الوهابية لهدم المذهب وأنى لهم ذلك. أنا أعني بالعلماء العدول، الفقهاء العظام من أمثال الشيخ المفيد والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي ومن أشبه إلى زماننا هذا، من يأتي ويضرب جهود العلماء. فاعرفوا إخواني، اعرفوا أنه شريك مع إخوانه الناصبة في الحرب على المذهب العظيم، وهذا المذهب ينتصر، هذا دين أهل البيت عليهم السلام، لا شك ولا ريب أنه يعلو ولا يولى عليه. الخلاصة إخواني أن لا تنخدعوا بمن لا فرق بين قوله وبوله، لا تنخدعوا، وعليكم أن تتخذوا الموقف الشرعي ممن يفتي للناس وهو جاهل أحمق غبي. دين أهل البيت عليهم السلام ليس لعبة يتلاعبها الصبيان، كونوا على قدر المسؤولية، كونوا على قدر المسؤولية. فقهاء الشيعة، علماء الشيعة، من يأتي ويستنقص من قدرهم وهو جاهل أحمق. انتبهوا أخواني، أنا لا أتحدث عن انتقاد المنحرفين من التسقوا باسم الفقهاء، أنا أتحدث عن من يحاول إلغاء هذه المنظومة العلمية التي توارثناها عن أئمتنا عليهم السلام. هذه المنظومة، أصول الفقه وعلم الرجال بالضوابط التي وضعها العلماء طبعا، من يأتي ليلغي هذه العلوم اعرفوا إخواني أن هدفه إسقاط المذهب وأنى له ذلك. فلا تنخدعوا بأمثال هؤلاء، أكرر، لا فرق بين قولهم وبولهم، يعني سبحان الله الأمر واضح لذي لب أن أمثال هؤلاء لا فرق بين قوله وبوله، فلا تنخدعوا بهم، بارك الله بكم. هذا تحذير للأمة الرافضية أن لا تتساهلوا مع كل أحد، كل واحد تشوفونه عنده جرأة أن يفتي وأن يرد أحكام الفقهاء فعليكم أن تسلقونه بأحد لسان، حتى في نطاق التواصل الاجتماعي. انتبهوا أخواني، لما تشوف شخص عنده هذه النبرة يأتي و يناقش فتاوى الفقهاء وهو جاهل حتى خمس روايات ما قاري ويدعي انه هو فاهم، تمام، تشوفون عند هذه النبرة، اعرفوا اخواني انه مركوب من ابليس، عليكم ان تنبهوه كي لا يتجرأ على هذه المسألة العظيمة الخطيرة ويفتي بما لا يعلم ويكون مضاد لله تبارك وتعالى او يضاد الله تبارك وتعالى في دينه. هذا تحذير، وإن شاء الله الإخوة الرافضة يعوا هذه المسألة ولا ينخدعوا بأمثال هؤلاء، والحمد لله رب العالمين.